صلاة عز فيه، وارزقنا صلاة تحرير فيه، وارزقنا يا رب واجعل هذا اليوم في حياتنا يا رب العالمين. يا رب يسر لنا مجتمعا كمجتمع صلاح الدين، يسر لنا أمة كأمة صلاح الدين. يا رب أنبت فينا صلاح الدين، يا رب اجعل منا صلاح الدين يا أرحم الراحمين. ربنا دعوناك ووقفنا ببابك نرجو رحمتك ونخاف عذابك، نسألك المغفرة ونسألك النصر والعزة، فلا تجعلنا اللهم من المتخلفين. ربنا لا تجعلنا من المتخلفين، واجعلنا من القائمين بأمرك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله وصحبه أجمعين.